السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، ما زلنا بالكلام عن تفسير سلسلة الأسماء، والنهاردة هنتكلم عن اسم امرأة. هذا الاسم وهو كاميليا. الاسم ده يدل عليه، أولا الاسم ده له دلالات طيبة ومبشرة وجيدة إن شاء الله تبارك وتعالى، فهو اسم محمود للغاية. بداية للبنت العزباء حينما ترى اسم كاميليا في المنام، سواء إذا رأت هذا الاسم على شخص أو سواء إذا كان مجهول أو معلوم أو حتى قرأت هذا الاسم في ورقة أو مكتوب على حائط، كل ده لا يعنينا. المهم ان هي رأت في وسط رؤيا اسم كاميليا البنت العزباء. هذا الاسم يبشرها بفرحة في الفترة القادمة سوف تنعم بها ان شاء الله تبارك وتعالى، وكمان يبشرها هذا الاسم بقدوم الخير عليها في الفترة القادمة ان شاء الله. اسم كاميليا للمرأة المتزوجة فيه بشارة بالخير والسعادة، وفيه إشارة إلى أن المرأة تتحلى بصفات محمودة إن شاء الله تبارك وتعالى. طبعا الكلام ده بالنسبة للمتزوجة والمطلقة والأرملة. اسم كاميليا للمرأة الحامل، هذا الاسم له علاقة بنوع الجنين، أن الجنين فضلا عن أنه سوف يتحلى بالطيبة والجمال، إلا أنها هذا الاسم يبشرها بأن الجنين سيكون ذكرا إن شاء الله تبارك وتعالى. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.